تقول معك صريح انا بعيد عن المغرب عارفك اسمعني بعيدا ولكن اللي كيوصلني اللي كيوصلني هنا على الاطر المغربيه انا كنت كاين الحفير كنتمنى لاي واحد خير كاين الحفير ولكن كاين المشكل ديال اللاعب ما تيامنوش بان الرزق والله عز وجل هنا ما كايناش هنا اول حاجه خاص تعرف انا مدرب بصفه عامه مدرب اللي كيخدم في المغرب عنده ثلاثه العائلات عنده با امو وعنده مرتو وعنده مرتو عندها امها وباها ملي كياخذ واحد القدر ديال الفلوس راه كيصرف على ثلاثه العائلات غير ملي حط هذه الكلمه بينه وبين راسه ويقول بان الا مشيت قطعت لي رزقه قطعت لثلاثه الناس وعاد بولادهم الا كان عنده ضمير يعرفها هذا الشيء كاين في المغرب هذا كيحفر لهذا وهذا ما كيبغيش هذا الشيء كاين ونعطيك مثال انا جلست مع ناس كنجلس معاهم وداك الشيء ما كنلقاش ذاك الحب بين هذا وبين هذا دائما المدرب كيدوي في مدرب